من ملعب الحاج مروان بمدينة أزمور. حنا وياكم كنتواجدوا في ضيافة نادي أم ربيع فرع كرة القدم النسوية اللي كيمثل مدينة أزمور في البطولة الجهوية وكيحتل المركز الثاني. حنا وياكم غنتعرفوا على بزاف ديال الحوايج. معنا رئيس الفريق سي عبد الله اللي غيشرح لنا بعض الأشياء والمرتبة اللي كيحتلها الفريق أي المرتبة الثانية، وشحال باقي لهم ديال النقاط، شحال ديال الماتشات، وغناخذوا شي تصريح ديال شي لاعيبه، وغناخذوا حتى تصريح المدرب. مشاهدي قناه الحدث، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف يعني باش ندعموا هاد الشابات هادو وهاد النادي اللي حديث العهد بمدينه ازمور وكيمثل احسن تمثيل. السلام عليكم سي عبد الله رئيس الفريق. نعطيو الميكرو ويقدم لنا راسه ويشرح لنا. سي عبد الله بالنسبه للفريق فهو فريق قدم لنا راسك انت رئيس المكتب المديري ديال ام ربيع متعدده الفروع اللي كيضم بزاف ديال الفروع ناطاسيون بلونج ترياتلو جيتسكي ومنهم الفرع ديال كره القدم النسويه اللي غادي نتحدثوا عليه اللي هو حديث العهد. راه يلا تاسسنا دابا تقريبا شي عام ونص انخرطنا في العصبه وكيف ما كتشوف البنيتات راه صغير صغار في السن الاكثريه من الايديسات مواليد 2006 5 4 يعني الكبير في الكبيرات في السن عندها 21 عام ومن 16 حتى هذا. والحمد لله الفريق دابا راه كيحتل المرتبه الثانيه، باقي لنا ثلاثه الماتشات غيدوزو جوج فراقي باش يلعبوا مباريات سد البلاي اوف، وبعد ذلك من غيتلعب بلاي اوف هذيك الساعه غتتحدد شكون غيتمثل العصبه الجهويه في اللي غيطلع يصعد القسم الثاني. الشاويه الدكاله واللي كيتراسها السيد يعني عبد الرحيم مقتارد اللي كيقوم بواحد الدور كبير وكبير في تطوير كره القدم النسويه، وبهذه المناسبه كنشكروه. والحمد لله حنا عندنا البنات دابا راه كيستعدوا للمباراه ديال الرجاء الجديدي اللي فقط كتكفينا فقط ثلاثه نقاط باش ندوزوا للبلاي اوف، وان شاء الله نحقق المبتغى وكنشرفوا مدينه ازمور احسن تشريف واخا بعض الاكراهات، لان عندنا كنبادين بزيرو درهم. عندنا لي كاتر كاتيجوري يعني عندنا الاي 15 اللي الان كتحصل المرتبه الاولى مع عده فروق كالفروق فتح سيدي بنور اللي كيحصل هو المرتبه الاولى. بالنسبه الاي دي 6 راه يلا بدات البطوله الجهويه، حنا ربحنا في سميتو كاع لي كاتيجوري غادي مزيانين، وهذا بالفضل ديال الاطور وديال المكتب المسير اللي معاون، وبالفضل المدربين سمير كادي اللي كيقوم بواحد الدور كنشكروه بهذه المناسبة، وكذلك سعيد اللاعبات وكل الأطر، وكذلك هشام كوديا، وإن شاء الله نحققوا المبتغى ديال مدينة أزمور ونمشيو البلاي على الأقل بعدا نمشيو البلاي أوف. واخا سي عبد الله بغينا نسولك واحد السؤال، نطرحوا عليك واحد السؤال. يعني أنتم بديتوا هذا العام كان شي دعم، كان شي حاجة من شي جهة شي؟ بدينا لحد الان ما توصلنا حتى بشي دعم، وكيف ما كتعرف ان المجلس يلا تكون بسياده الرئيس ديال زكريا السملالي اللي الميزانيه ضعيفه هاد السنه يعني زيرو درهم بالنسبه للانديه وللجمعيات الرياديه، وعدونا في 2023 بان يكون نتمنوا ذلك، وحنا راه زيرو درهم كيف ما قلت لك غير كنتعاونوا بيناتنا لا ترونسبور لا هادي، وغادي مكافحين والنتائج ايجابيه وتبارك الله. غير باش نقول لك راه مشاو عندنا ربعه البنيتات، جوج راه مشاو للدفاع الحسني الجديد اللي كيمارس في القسم الثاني، جوج مشاو للفروق ديال الوجده، و يعني النادي راه غادي خدام. لو كانت عندنا واحد الامكانيات كنت غتشوف هذا الفريق في القسم الاول. واخا كنشكروك سي عبد الله. كلمة أخيرة قلنا شي كلمة أخيرة. كنشكر قناة الحدث على التغطية اللي جات وحفزت يعني هاد البنيتات بهاد التغطية وباش تعرف المستجدات ديال النادي، وكنتمناو لكم حتى انتم مسيرة موفقة في الإعلام ومسيرة موفقة حتى للفريق. شكرا سي عبد الله. نادينا على عامدة الفريق ولا سمير المدرب ليلى
معنا احد لاعبات ليلى حسوك معروفه في مدينه ازمور. ليلى وي خويا خدمي لنا راسك. معكم ليلى وي انا راجعه دابا. لا بلاتي بلاتي عطيني الكلمه. معكم ليلى حسوك 22 عام لاعبه ام ربيع فرع كره القدم النسويه. كيفاش غادي في البطوله ديالك؟ لا الحمد لله مزيان الحمد لله. الفرقه عندنا غادو كتحسن نهار بعد نهار الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نربحوا ان شاء الله الماتش الجاي اللي هو كنوجدوا ليه دابا في التدارك. حنا في مرتبه ثانيه دابا. شحال الفرق بينكم بين الاولى وبين الثالثه؟ فرق وقيلا 7 نقاط ما بين سيدي بنور وقيلا نقطه نقطه مع في جوج ثلاث نقاط. ان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله شكرا بزاف. نمشيو غنمشيو عند مدرب الفريق حتى هو. انت كتلعب؟ انت مباشره على قناه الحادث 24 سي سمير الغني على التعريف. مدرب فريق نادي ام ربيع كره قدم نسويه ومساعد مدرب اشبال ازمور في كره القدم رجال. شكرا. كيتوجدوا وكيفاش غاديين في هذه المرتبه؟ قرب الميكرو سي سامي. السلام عليكم. شكرا خويا على التغطيه. كما كتعرف اننا كنستعدوا للمقابله ديالنا السبت ان شاء الله ضد الرجاء الجديدي. غتكون مقابلة صعبة ومقابلة هي المفتاح ديالنا اننا ان شاء الله نمشيو لمقابلة السد. فالاستعدادات كما كتشوف عادية كما في اليوم ان حضور البنات اللي كان بكثافة وان شاء الله حنا طامحين باش اننا نحققوا واحد النتيجة ايجابية اللي غتخولنا باننا نبقاو في الرتبة الثانية اللي غتخول لنا اننا نلعبوا كما قلت لك مقابلة السد. واخا سي سامي يعني نتوما مرتبة ثانية ماديا يعني كفريق. نعم. واه ما غيخفاش على الجميع اننا كنسيروا هذه البطوله بصفر درهم يعني بالتضحيات كما قلت لك ديال لا ديال الرئيس لا ديال اللاعبات اللي كنحييهم لهذا المنبر لانهم لمده عام هذو وانهم كيجيو كيتقاتلوا كما بمعنى باش يحملوا القميص ديال نادي ام الربيع وباش يمثلوا لمدينه ازمور احسن تمثيل بزيرو درهم كما كنقول لك. هذا ما غاديش يمنعنا باننا غادي نمشيو عازمين باننا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تشرف بها المدينه ونعطيو واحد الصوره زوينه لمدينه ازمور. وكنتمناو اننا نلقاو واحد الدعم واخا غير معنوي. للاسف الشديد كنعانيو وهذا كما قلت لك ما غاديش يحط من العزيمه ديالنا باننا غنبقاو نواصلوا لان المسيره اللي خديناها على عاتقنا حنا مآمنين باننا غنكملوها الى اخر المشوار ان شاء الله. واخا سي سامر غنسولك واحد السؤال مهم. نعم. اسمح لي. اليوم خرج قرار من الحكومه باللي غيطلقوا يعني الجمهور يولي يدخل يتفرج وانتم كانت عندكم مبادره يعني كاول فريق دار فريق نسوي دار تذاكر افتراضيه. واش مزيانه يعني في صالحكم ان يعني الجمهور الازمور يجي يشجعكم يشجع اللاعبات وكذلك اشبال ازمور بجوج ندوا لا احنا بصفه عامه؟ واه بالفعل الجمهور هو كما كنقول لك هو اللاعب انا كنقول رقم واحد لان الكره بدون جمهور راه ما عندهاش طعم. فالجمهور بالعكس احنا في شوق كبير انه يجي يحضر ويجي يشجع لا الفريق ام الربيع ولا كذلك اشبال ولا كاع الفرق اللي منضويه تحت مدينه ازمور. والجمهور راه دائما كيكون سند ديال جميع الفرق وكنتمناو انه يجي يحضر بكثافه والعوده ديالو للمدرجات غتعطينا واحد الدفعه اخرى ان شاء الله باش نواصلوا كما قلت لك الرتبه ديالنا ونمشيو للمباراه السد وكنتمناو يجي يشجعونا بكثافه دائما. كلمه اخيره ولا شي رساله تبغي توجهها؟ كلمه اخيره كنشكركم بعد الحدث على التغطيه اليوم وكنشكر اللاعبات بدون استثناء على التضحيات ديالهم وكنتمنى من الغيورين على المدينه ولا القطاع الرياضي انهم يعطيو واحد الاهتمام للرياضه لان عندنا مواهب وديما كنقولها اللي خص غير واحد شويه ديال الدعم
والمسانده، وان شاء الله مدينه ازمور راه ما كتستحق هذه المرتبه اللي فيها في المجال الرياضي لا في كره القدم لا في جميع المجالات. نضافروا الجهود ونعطيو لهذه المدينه اللي كتستحق ان شاء الله. وشكرا بزاف اخويا. شكرا خي سلام.